يمكنك استخدام الجداول على صفحة الويب كوسيلة لتنظيم المعلومات. يوفر لك برنامج Expression Web العديد من الطرق المرنة لإنشاء الجداول وتخصيصها لتناسب أغراض تنظيم المعلومات وتصميم الصفحات. لإنشاء جدول جديد، انتقل إلى صفحة الويب المراد العمل بها، وتحديداً إلى المكان الذي تود إدراج الجدول فيه. ثم قم بالضغط على Table واختر Insert Table. ستظهر لك نافذة Insert Table. قم بتحديد عدد الأعمدة وعدد الصفوف المراد إدراجها، ثم قم بالضغط على OK. سيظهر لك الجدول على صفحة الويب. لتحرير خلايا الجدول، يمكنك ذلك بالضغط بالماوس على خلية معينة ثم إدراج النص الذي ترغب به، ويمكنك بعد ذلك تنسيق النص عن طريق شريط الأدوات المخصص لذلك. يمكنك التنقل بين الخلايا من خلال لوحة المفاتيح أو باستخدام الماوس. لضبط خصائص الخلايا، حدد الخلية التي تريد ضبط خصائصها، ثم انقر بزر الماوس الأيمن، ثم اختر البند Cell Properties من القائمة. يمكنك من خلال نافذة Cell Properties تحديد حجم الخلية ولون الخلفية والنص، ثم اضغط على OK.